رغم أنف الجميع، مصر باتت وستظل قلب العالم وقلب العروبة. عشان كده مصر تحاك لها العديد من المكايد والمؤامرات، بما ان احنا غيرين على بلدنا ودايما حريصين على الدفاع عن مصر مهما اوتينا من قوه، والدفاع عن الوطن الحبيب حتى نستطيع ان نطهر مصر الحبيبه من اخر واحد ممكن تسول له نفسه ان يقترب من تراب هذا البلد. عشان كده احنا بنحيا هذه الاجواء وسط الاحتفالات بتحرير سيناء. هناك من يريد ان يعكنن على المصريين في هذه المناسبه بدعوات باطله ليس لها اي صحه وليس لها اي دافع، وهي العكننه عن المصريين. ليه أنا قلت العكنانة؟ لأن ما يجرى الآن من مكايد ومؤامرات هو ما يستحق هذا اللفظ أو هذه المقولة بشكل عام. طيب، كلنا عارفين أن منذ ثورة 25 يناير وحتى هذه اللحظة مصر بتتعرض لمخطط شرس خارجي، وأيضا بمعاونة بعض الناس للأسف اللي بيحملون الجنسية المصرية بالداخل. طيب، دورنا إحنا كمصريين وطنيين بنحب البلد دي إيه؟ أعتقد دورنا معروف للجميع، دور وطني واحد هو التكاتف بشدة مع الدولة المصرية حتى نستطيع أن نتصدى لكل هذه الدعوات المغرضة. 25 أبريل هو الاحتفال الرسمي أو هذه الجوهرة اللي احنا بنشوفها كل عام، هو عيد تحرير سيناء اللي بتتلألأ في مثل هذه المناسبات وهذه الأجواء. لا نسمح لأي جهة كانت أن عكنن على المصريين في هذه المناسبة. ليه أنا بقول عكننا؟ لأن احنا مش عايزين عكننا، عايزين نفرح، عايزين أمل في المستقبل، عايزين نمد إيدينا مع الحكومة والدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي ونبني. يمكن كان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القضاة أعطاهم العديد من الدفعات القوية اللي بتقول أن هناك رئيس يحمل رؤى مستقبلية لبناء الدولة المصرية. لماذا لا نتكاتف؟ أعتقد ده هيكون محاور عديدة إن شاء الله في هذه الفقرة مع ضيفتي اللي مشرفاني الأستاذة الدكتورة صفيناس قنديل، سفيرة المرأة لدى منظمات والشعوب والبرلمانات العربية ومؤسسة حملة ايدي في ايدك نبني بلدنا. اهلا بيك يا فندم وتحياتي لحضرتك. اهلا بيك وصباح الخير عليكم. اهلا بيك يا فندم. بما ان بيتصدر المشهد الان عيد تحرير سيناء، تحبي تقولي يا فندم في هذه المناسبه؟ اقول كل سنه والشعب المصري بخير، كل سنه واحنا متكاتفين، كل سنه وانتم طيبين. هنعمر وهنبني وهنعرف نتخطى هذا الارهاب، لانه البذره من زمان، بذرة الإرهاب بدأ من زمان على الحرب على الشعب المصري والوطن العربي كله. أنواع الإرهاب احنا عندنا كتير، ولكن أقول احنا بجيشنا وشرطتنا كافيين ان احنا نقدر نتصدى بكل شيء. كل اللي احنا عايزينه الاتحاد، هو ده اللي يهمنا. فأقول كل سنة وانتم طيبين ودايما مصر بخير إن شاء الله يا رب. دكتور صفيناس، الحقيقه عندي محاور عديده جدا حابه اناقشها النهارده تحت مضمون التحديات اللي بتواجه مصر في هذه الفتره الراهنه. اعتقد من ابرز ما نواجه بها هذه التحديات قوه وعزيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهه هذه المخاطر وايضا حب شعبه ليه. خلينا نبدا بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي امس في دار القضاء العالي في عيد القضاء. يعني ماذا او كيف قرات هذا الخطاب وماذا كان بين سطور هذا الخطاب؟ اولا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كلامه دايما بيبقى ليه محورين، محور موجه لشعبه ومحور اخر متجه للخارج. المحور الاول وهو الشعب المصري، ان لازم يثق في رئيسه، لازم يثق في جيشه وشرطته وقضائه. الجزء الثاني وهي الحرب على مصر من الخارج، ان في رساله بتتقال بين السطور. يعني سياده الرئيس وهو بيتكلم احنا في كيمياء بيننا وبينه، ودي اول مره تحصل ان يبقى في كيمياء بين الشعب وبين سياده الرئيس. حواره امبارح كان عايز يوصل لنا ان القضاء الشامخ هو ليه سلطة مختصة، هو هيصدر القرار، هو عارف يعني ايه قوانين، وان بلدنا لازم تكون سيادة قانون، عارف ان هو درع رئيسي من ضمن أعمدة الدولة الرئيسية بجانب الجيش
والشرطة، فلازم نكون في تكاتف، لازم يكون في حزم وقوة. هو مديهم السلطة الكافية. نعم. وده كان من ضمن حواره. وكان توجيه للعالم ان احنا بلد هتكون سيادة او بلد سيادة قانون. لازم نحافظ على البلد وعلى ترابها، وان القضاء هو بيكمل مسيرته. فدي كانت رسالة قوية ان الشعب يثق في شرطته وفي جيشه وفي قضائه. لا. فكانت رسالة يعني فعلا رائعة. لا. وده المعتاد اللي احنا بناخده دايما من سيادة الرئيس. اكيد يا فندم. طيب، بما ان احنا دلوقتي بنعيش عفوا العديد من المؤامرات الخارجية، واعتقد اتضحت هذه المؤامرات بشكل كبير جدا وواضح للمصريين في المرحلة اللي احنا شايفينها دلوقتي بدعوات التظاهر في 25 ابريل. يعني الشعب المصري فاهم، والشعب صحيح. المصري عارف مين بيحب البلد بإخلاص، ومين قلبه على البلد، ومين اللي هو فعلا حريص انه ينتقل من هذه البلد لبر الامان. ولكن هل قادرين نحن ان نطهر البلد من هذه المؤامرات الخارجية والتي تنتهز اي فرصة حتى تستطيع ان تتسلق وتتملق من هذه الفرص بدعوات مغرضة او ببعض التظاهرات التي توقف حال الدولة المصرية وتعطل مسيرتها في التنمية؟ طبيعي. نقول إن شاء الله إحنا هنتصدى لده. في البداية الحرب حرب فكرية، وكان أول رئيس وزراء لإسرائيل قالك لن نحارب مصر من بعد 73 بالسلاح، ولكن إحنا هنحاربهم فكر. كان دايما يقول برضو رئيس وزراء إسرائيل قالك إحنا مش هنعتمد على النووي، ولكن هنعتمد للأسف قالها هنعتمد على غباء الطرف الآخر. هو يقصد إحنا. فإحنا هنوصل له رسالة أن الشعب المصري جدير وكيف أنه هو يقدر يتصدى لأي إرهاب. إذا كنت أنتوا عملتوا حرب بين وفتنا داخل مصر بيننا، وهي دي الحرب عشان تبقى إسرائيل دولة كبرى وتبتدي تدمروا الجنس العربي، هقول لا، مستحيل أن ده هيحصل. الشعب المصري واعي، الشعب المصري عارف مين اعدائنا الاخر نفس في عمرنا، احنا عارفين. وجيل بيسلم جيل عارفين ان عدونا الرئيسي هي اسرائيل. لذلك اقول مهما كان في بيننا اعداء، مهما كان للاسف يحملوا الجنسية المصرية، للاسف كانوا ضعفاء قدام الدولارات اللي خدوها، ولكن اقول مصر وشعبها وجيشها وشرطتها كافلين ان احنا نقدر نتصدى لكل ده. لا. بالتوعية، بان احنا نتحد، بان احنا نهاجم بقوة كل واحد اللي يقولك انا هعمل ايه. لا، انت كمواطن مصري معاك الجنسية المصرية قادر في مجالك تشتغل بجدية. الصين بعد الحرب كانوا بيعملوا الفصول في الشوارع، ده يبين ان كانوا في اتحاد، ده يبين ان كان عندهم عزيمة. لذلك انا بقول خلي عندنا اتحاد، بلاش نفترق يا شعب مصر، بلاش نخلي الفتنة هي اللي تدمرنا، خلينا نتحد واحنا كافلين بده ان شاء الله. نقول ان المصريين الوطنيين اللي بيحركهم هو حبهم ودافع حب هذا البلد. صحيح. اما المغرضين نشطاء السبوبة اللي بيحركهم هم الدولارات زي ما حضرتك ذكرتي. معلومات حضرتك عن المؤامرة اللي هو بيشن ليها وبيتم التجهيز ليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وناس كتير كانت محدش بيسمع لها صوت دلوقتي طلع لها صوت وبيحشدوا برضو لهذه المؤامرات الخسيسة، يعني وجهة نظر حضرتك ومعلوماتك عن هذه المؤامرة ايه الفكرة؟ بص، الإعلام في نسبة كبيرة منه اتباع، واحنا بنكون الإعلام البديل. كل مواطن مصري يعني المواقع التواصل الاجتماعي ده أكبر دليل على الحرب على وطن العربي ومصر. إن أنت تبقى عندك أكاونت على الفيسبوك في كل الديتيلز بتاعتك، عارف شخصيتك إيه، عارف شعورك إيه دلوقتي، أنت بتعمل إيه. المواقع اللي بتنزل على طريق الإنترنت ما نعرفش هويتها مين، ما نعرفش اتجاهها إيه، بتنزل معلومات خطأ، بتعمل إنساء. أنا أقول للشعب ما تفكرش وما تدورش على المواقع اللي بتجيب لك أخبار خطأ، خليك تكون واثق في مواقع فعلا مسجلة. وإحنا لازم يكون في قوانين تشرع إن مفيش أي ماهيش حرية رأي بقى ولا حقوق إنسان، إحنا مش ملناش دعوة ده. وقت الحرب الشعب المصري كله جيش. هذه الأشخاص ليهم يوم، وكل واحد
فكر ان هو يبيع تراب مصر ليومه. من ضمنهم الناس اللي ما كانش ليهم صوت زي ما حضرتك قلت، وخد فلوس الفترة الأخيرة، لأن اوعى تفتكر إن هيسيبوا مصر تقوم ولا الوطن العربي، لأن مصر لو كانت وقعت كان الوطن العربي كله وقع. هما مش هيسيبوها، لكن احنا قادرين بإن احنا نوقف كل ده، مهما كانت الفلوس، مهما كانت المغريات للناس، مهما كان الدمار الاقتصادي اللي بيحاولوا يكسروه وسحب الدولارات من السوق وكل اللعب اللي بيلعبوه الخونة أعداء الوطن، احنا كافلين ان احنا نتصدى لده، لان احنا عندنا عزيمة وقوة وإيماننا بحب الله ثم الوطن ونعم بالله سبحانه وتعالى. دكتور، يمكن من المؤسف جدا اللي بيعاون هؤلاء الخونة بعض الإعلاميين والصحفيين. حضرتك ذكرتي من شوية نتجنب الشائعات ونتحرى الدقة في قراءتنا للأخبار أو متابعتنا لبعض الحلقات اللي بتتضمن يعني تنويهات لهذه المؤامرات. شايفة هذه الدعوات من المغرضين واللي هم هؤلاء الأشخاص والمعروفين واللي طبعا هدفها طبعا بس الشائعات والفوضى وبس القلاقل في المجتمع وهدفها تخريب المجتمع بشكل عام، أسلحتهم إيه غير الدولارات ومين بيعاونهم في الداخل؟ وهل يعني المجتمع المصري ككل عارف هؤلاء الأشخاص ولا إحنا محتاجين برضو جانب تنويري من قبل وسائل الإعلام الوطنية لتوعية الشعب بقدر كافي وينبههم ويعرفهم إن دول مين ومين اللي بيحب بلده فعلا؟ وأعتقد الشعب كله عارف، ولكن ذكر على ذكر تنفع المجتمع. صحيح كلام حضرتك مظبوط، احنا لازم يبقى في توعية شاملة، لازم نهتم. وانا من خلال البرنامج بقول مبروك للأستاذة صفاء حجازي لتوليها المنصب. اتمنى ان شاء الله اتمنى ان شاء الله انها تكون درع قوي في ان احنا نخلي الاعلام اعلام حقيقي يتصدى للارهاب، وده مهم قوي. دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه، احنا عارفين الاشخاص الطابور الخامس وعارفين اللعب، هو مش الاخوان بس يا جماعه، الحرب حرب فكريه، الحرب ان انا ادس معلومة معينة وتبتدي تتعمل شبكة نتورك حوالينا كلنا، في عن طريق الانترنت، عن طريق المواقع، عن طريق الشغل، حتى لو في الشارع، كل الكلام ده خلينا نتأنى في كل لفظ. انما الشخصيات يعني عايز اقول لك من ضمنهم كانوا امبارح بيرتبوا لان هم يعتصموا عند نقابة اعتصام كامل عند نقابة الصحفيين. انا عايز اقول ليه، اشمعنا ليه الاعتصام اللي دايما بيبقى ضد الدولة دايما بيبقى عند نقابة الصحفيين؟ ليه نقابة الصحفيين المفروض انها بتصدر للخارج، في جزء منها عشان برضو اكون معاك صريح، في جزء منهم فعلا بيبقوا ضد الدولة واخدوا المقابل عشان يعملوا بلبلة في الدولة، جزء تاني وطنيين للنخاع وبيشتغلوا بحب. النهاردة انا بسأل يا نقيب الصحفيين رسالة بسألها له، استاذ رشوان السابق، لا عفوا دلوقتي استاذ يحيى قلاش. نعم. انا عايز اقول له ليه، اشمعنى انت واجب عليك اتجاه ده؟ انت المفروض كل واحد قاعد على كرسي لازم يحافظ عليه. انت لما اشمعنى دايما الاعتصامات وفي شخصية للأسف، في شخص موجود من حملة تمرد للأسف، كلم بعض المركز الإعلام، بعض الأشخاص من مركز إعلام عندي، وقال احنا عايزين نعتصم ويحشدوا. فطبعا انا لما سمعت بالكلام ده، تحشد عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان تدمر بلد؟ احنا ما احنا عايشين كويس، هتبتدي نقول ما هو الناس كلها عارفه ان حرب على الاقتصاد، عشان النهارده انا وانت ما نعرفش نعيش. الشخص ده كان موجود في اجتماع الرئيس مع نخبه المجتمع المصري في حواره الاخير معاهم؟ كان موجود. صح؟ وكان موجود في الاعتصام اللي فات، وساعه ما نزلوا في جمعه اللي بيقول لك الارض ما اعرفش ايه باعت ولا ارض ايه اللي اتباعت يا جماعه؟ سياده الرئيس عمره ما هيفكر يبيع. صح. لان هو عايش طول عمره في الجيش المصري، الجيش المصري لو كل واحد من الخونه دول قعد يوم في الجيش هيحافظ على تراب مصر. ما تيجي طب نستغل الجزئيه دي، وحضرتك بتقولي ان واحد من هؤلاء بيدعو للتخريب وبيدعو للتظاهر رغم انه كان موجود في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نخبه المجتمع المصري او اطياف الشعب المصري. ليه ما نستغلش هذه الجزئيه وبنؤكد ان الدوله المصريه عندها ديمقراطيه و
تأكيدا صحيح. لهذه الديمقراطية، إن أنا عارف هذا الشخص بيدعو لكذا وكذا، لو مش عندي الديمقراطية كان زماني قمعته وحبسته. دي اللي بياخدوه الغرب علينا برضو. لا الحمد لله رب العالمين، هذا تأكيد يعني تأكيد قوي جدا أن مصر تنعم بالديمقراطية. النقطة الثانية اللي احنا ممكن نأكد عليها ثانيا يا دكتور، إن مصر عندها تقبل الرأي والرأي الآخر، عندك وجهة نظر نسمعها بس مش على حساب الدولة. بالظبط كده، ونطبق الأفضل، ما هو ده اللي بيصير دلوقتي. لكن ما يؤكده المشهد الآن أو المشهد السياسي بشكل عام أن هناك أيادي خارجية تريد العبث بالدولة المصرية، ويمكن هذه الحفنة من الدولارات غلبت شوية عن الجانب الوطني لدى هؤلاء الأشخاص. عشان كده عايز أسأل حضرتك، هل عندك حاجة يعني معرفة أو أخبار عن حجم التمويل الذي تم ضخه لهذه الدعوات، الجهات المعنية بهذا التمويل، الجهات المغرضة، من يدعمها، الأشخاص السياسيين مش بس في مصر ولكن في الخارج؟ مؤخرا رصدنا كان حوالي 15 مليون دولار تروحوا لشخصية أو شخصيتين بالتحديد. 15 مليون دولار، 15 مليون دولار بيوزعوها، ما هو ده الطابور الخام اللي كان عمال يتكلم ويقول لك الدولة وحقوق الإنسان وده ما ينفعش. يعني تعال نشوف السي في بتاعتك، انت كنت كومبارس في يوم من الأيام، ماشي، انت كنت ماشي ملكش مبادئ لانك كنت جايبه تتكلم في وقت ايام الرئيس حسني مبارك، قلت يتولى جمال مبارك وهو رجل قيادي ويتولى رئاسة الجمهورية. هو انت ماشي على حسب الجو، ما هو دمار الدولة بيبدأ من الناس دي. ولكن احنا لم ولن نقبل، وانا عايزه اقول لك على حاجه، وانا قلتها على 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 صفحتي على الفيسبوك، قلت لهم ستات مصر، مش الرجاله كمان، لا ستات مصر كافلين ان احنا لما ننزل ونواجه هذا الارهاب والطابور الخامس تبتلعوا. احنا المراه المصريه عارفه يعني ايه تراب مصر أكيد. ونزلت وشاركت وكافحت وهتكمل مسيره الاستثمار، صح، وده اللي هيخلي الاستحقاق التاريخي بالظبط. فانا عايزه اقول لك الناس دي اللي خدت الملايين وقاعده ما بتشتغلش، يعني تعالى النهارده هو انت هتعرف او عرفت تدير جريده عشان تعرف تدير وطن؟ 15 مليون دولار بتعمل بيهم ايه؟ بكم دم شهيد؟ كم يتمت اسر بتدمر فكر؟ عشان ايه؟ عشان فلوس؟ لا، احنا مش محتاجين. ال 90 مليون كافلين يقفوا قدامكم، هم جيش وهم شرطه. اوعوا يا شعب مصر، انا بقولها، اوعوا يا شعب مصر تفكروا بهذا الفكر وتشوفوا الناس دي ونخلي فكرنا ضعيف قدام الفلوس مهما كان. انا عايزه اقول لحضرتك برضو يا فندم، 15 مليون دولار يعني اكتر من 150 مليون جنيه مصري. ايوه، انا في شخصيه من حوالي كام شهر بعتت لي، وشي شخصيه عامه بعتت لي، وكان اللي بعتها باسم يوسف، وطلبت مني ان اخد 8 مليون جنيه مقابل ان انا اطلع اهاجم سياده الرئيس واهاجم الدوله. 8 مليون لان الحمد لله انا كان ليا شعبيه في داخل مصر وخارج مصر. فبصيت كده عرفت يعني انت عايز تعمل قناه كانت اسمها قناه الوطن العربي، وكان عايز ياخد كل الاعلاميين اللي انت شايفهم يبتدي يوجههم اتجاه خارجي ويبقوا ضد الدوله. انت جاي تتكلم عن ايه؟ تراب مصر اغلى منك، الهوا اللي بتتنفسه في بلدك، ودي انا قلتها له وجها لوجه، قلت له تراب مصر ده اغلى، الهوا ده انت ما تستحقش ان انت تكون على ارض مصريه. وانا اتصلت بالجهات الامنيه ساعتها عشان طبعا تعمل اللازم. انا عايزه اقول ان مهما كانت الفلوس والمغريات، احنا هنقابل مهاجمه كبيره قوي، ومش هيسيبونا في حالنا. الشعب المصري لازم يوعى، الشعب المصري لازم يركز ان الحرب قويه، وعشان كده سياده الرئيس امننا بحري، امننا جوي، اسلحتنا قويه. في حاجات كتير عايزين نقرا تاريخ، انا عايزه الشباب تقرا تاريخ مصر صح عشان تعرف
ايه اللي لينا وايه اللي علينا. والله انا بضم صوتي لصوت حضرتك، يعني انا ببقى زعلان جدا وفي قمه الحزن والخزي في نفس الوقت لما بتفرج على شباب المصريين ما عندهمش ثقافه تاريخيه او معلومات عن تاريخ بلدهم او حتى اهم الانتصارات اللي هي انتصرت فيها مصر عبر عبق التاريخ والمراسم التاريخيه اللي بتحفل بيها يعني مصر صحيح. بشكل عام. صحيح. خلينا نقول ان لقب او كنيه الناشط السياسي دي او ما كناش نسمعها زمان، هي انتشرت بشكل كبير جدا تحديدا بعد ثوره يناير. طيب هل عوده هؤلاء في هذه الايام مقبول ام غير مقبول؟ غير مقبول بالمره للشعب المصري. انا قلتها قبل كده في البرنامج عندكم ان الشعب المصري لما نزل في 25 يناير كان ليه اتجاه معين، والمؤامره كانت ماشيه في اتجاه، وكان أساسها هي دمار الوطن العربي، وكان اللي يعلموا بهذه المؤامرة بعض الشخصيات أصحاب السبوبة، وأنا ذكرت أسمائهم، أحمد دومة، وائل غنيم، أسماء محفوظ، إسراء عبد الفتاح، وغيرهم من الناس اللي طلعت كانوا إيه وبقوا إيه. صح. والرأس مال اللي عندهم والفيلا والعربيات اللي موجودة دي من أين لك هذا، والسفر اللي كان بره والصور كلها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. صح. أقول كانت المؤامرة على دول، ودول اتحرقوا فبيطلعوا البديل. لذلك أقول إحنا مش هنقبل. يعني إيه ناشط سياسي؟ أنت طالع تهتف وتتكلم يسقط حكم كذا؟ أنا معلش عفوا ما بحبش أقولها، لأن كلمة لفظ عسكر لا تقال على الجيش المصري. أكيد. الجيش المصري ليس هو مقبول. شعب مصر مننا، كل بيت دخل فيه الجيش المصري. أكيد. ولكن العسكر هو الهجامة بالزبط. اللي كانوا بيدخلوا على البيوت ياخدوا المال ويغتصبوا النساء ويغتصبوا البنات، ولكن جيش مصر هو عارف يحمي، لأنه هو بيحارب دلوقتي وهيحارب بعد كده، وجيش متدين بالطبع ومحب لبلاده وطنية يعني خالصة. إحنا اللي نقدر نصدر للعالم كله حقوق الإنسان، إحنا مش محتاجين. وتعالوا نعمل مقارنة شرطة أي دولة برة في أوروبا، وتعالوا النهاردة شوفوا شرطة مصر، تعالوا نعمل المقارنة، تعالوا نشوف الجيش هنا بيعمل إيه والجيش هنا. إحنا اللي نصدر. صح. حقوق الإنسان بكتاب ربنا. صح. إحنا نقدر نصدره، وبلاش نخلط التصرفات الفردية أو التصرفات يعني المنحرفة بشكل عام، بنعممها للأسف يعني في بعض الأحوال، وبيساعد ذلك بعض وسائل الإعلام وبعض الصحف. وإحنا بنشوف الحمد لله قرارات بتتخذ. طبعا أنا كلنا مع حقوق الإنسان، وكلنا مع الحرية الشخصية، وكلنا مع حرية التعبير، وكلنا مع الكرامة الإنسانية، وده اللي شايفينه الحمد لله رب العالمين دلوقتي بيطبق. بس دي بذرة الإرهاب على فكرة. نعم، ولكن اللي يا فندم هي بذرة الإرهاب. حقوق الإنسان يعني الستارة اللي بياخدوها بيستخبوا وراها، او اللي بيعلقوا عليه بشكل عام اكاذيبهم. هي فرنسا لما حصل عندها بعض التفجيرات، ومعروف فرنسا اساس الدساتير، عملت ايه؟ اصدرت قانون، لان ده ارهاب. قالت من اللي هنحس ان احنا شاكين فيه اذا كان مراه. صح. ام رجل، يتم تصفيته في مكان الحادث. يعني النهاردة احنا لو عملنا كده اتقلبت الدنيا. أكيد. انا عايز اقول اشمعنى القنوات كلها والاعلام منبثة على الجيش والشرطة، لو عمل حاجة الدنيا تتقلب. يا جماعة الفساد اذا كان فيه ثغرات فاكبر دول برا مصر ودول متقدمة فيها الوحش وفيها الكويس. صح. وكل المجالات عندنا. احنا لو قارنا يا فندم الجيش والشرطة بقى اشمعنى الجيش والشرطة؟ لان دول اعمدة الدولة الرئاسية، هم اساسا دلوقتي اللي يتصدوا الارهاب. من غيرهم كان كل واحد كنا احنا سيبنا شغلنا ونزلنا عشان نحافظ على بيتنا. صح. ومكاننا زي ما كنا عاملين اللجان الشعبيه. صح. ماشي. انا عايز اقول وان اذا كنت قدرت النهارده ما كنتش هتقدر بكره، ما كنتش هتقدر بعده، لانك انت ما انتش مسلح، انت ما عندكش درايه بان انت تحارب فكر. انا عايز اوصل للناس ان الجهات الامنيه باكملها اذا كان جيش ولا شرطه، حقيقي الناس دي ما بتنامش، الناس دي ما بتشوفش ولادها ولا بيوتها، نقف معاهم، نقف معاهم عشان هم بيسهروا الليالي عشان احنا ننام، عشان احنا نستريح، لان دي رسالة هو اللي ربنا قالها لهم. نعم. فكل اللي انا عايزاه ان احنا نتحد. نعم. طيب دكتور، يمكن ما يجرى الان في سيناء ومن محاولات شرسة تهاجم قواتنا هناك سواء من الجيش او الشرطة اكبر دليل للمكايد اللي بيكونها الغرب بالتعاون مع خونة الداخل.
كيف تنظرين لهذه المخططات بشكل عام ودورنا احنا كمصريين في مواجهة هذه المؤامرات، مش بس مواجهتها بالأسلحة زي ما بيعمل الجيش والشرطة، لكن احنا كمصريين عندنا برضو القدرة والاستطاعة ان احنا نواجه وندعم الجيش والشرطة ونقف بجواره وايضا نواجه معهم سويا هذه التحديات والمؤامرات الخارجية. انا عايز اقول كل واحد في مجاله هيشتغل، يعني الجيش والشرطة هما بيحاربوا بالسلاح وربنا يعينهم وإحنا معاهم بندعي لهم كل لحظة في سيناء. وعايز أقول لك إن إذا كان العالم كله فاكر إن سيناء هتتاخد من مصر، لا، الإرهاب اللي موجود نقطة في بحر، كفيل الجيش المصري، إحنا في حرب 73 في 6 ساعات، إحنا كفيل الجيش المصري يعرف يدمر الإرهاب، ولكن هو بيحارب بتركيز عشان في أطفال أبرياء، في نساء، في شيوخ ما لهمش أي ذنب. لذلك أنا بقول هم تعبانين عشان خاطر يحافظوا على أرواح الشعب المصري. أما اتجاه الشعب المصري في مواجهة كل الحرب، هقول الحرب أنواع، حرب وهي دمار الأسرة المصرية، ولازم نرجع ونتحد كلنا عشان ما يطلعش الطفل ما عندوش انتماء للأسرة، تلقائيا مش هيبقى عنده انتماء للوطن، أي فكر غربي هينتمي ليه. لذلك أقول خلينا يا جماعة نتحد حقيقي عشان نقدر نبني صح ونبني جيل هنسلمه البلد من بعدينا ما يبحاش. الجزء الثاني مواقع التواصل الاجتماعي، وهم عملوا حاجات فور فري قوي زي الواتس والفايبر واللاين وكل الكلام ده كله. ما هو معمول ده ليه؟ ما حدش سأل كل الكلام ده فري ليه؟ عشان خاطر في أجهزة مخابراتية من المافيا الصهيونية عشان خاطر يبتدي يشوف انت بتتكلم فيه وبتعمل ايه، عشان يعرف ازاي يتغلب عليك فكريا. اقول ركزوا، إذا كان كل واحد عنده صفحة فخلينا سلاح ذو حدين، خلينا نحارب، خلينا النهاردة احنا ندعم بلدنا، خلينا بالإيجابيات نركز عليها، خلينا ان احنا لو كل يوم حد من الشعب المصري، كل الشعب حط على اليوتيوب السلام الجمهوري وهو الصبح، تخيل واحنا ولا حاطين علم مصر، تخيل كل ده ونلاقي كل الفيسبوك بالمنظر ده وغيره وغيره. وطنيتك، احنا دمنا فينا العاطفة، فدمنا النهاردة حبنا على الفطرة للبلد، سمعت السلام الجمهوري انت حاجة هتشدك. احنا محتاجين نرجع لحضن مصر من تاني، محتاجين ندعم في التعليم عشان نكون دولة متقدمة، محتاجين نهتم بالصحة لان دي الدرجة التانية عشان نكون دولة متقدمة. تمام. فدي بعض الحاجات اللي هي نقدر نساعد فيها الدولة. طب دكتور، بكل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بامتياز على او ان يسمن وجود مصر على الخريطة العالمية من خلال انفتاحه على العالم، زيارته الخارجية، واحنا شفنا مردودها سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او كافة الجوانب الاخرى. شايفة هذه الجولات وهذا الانفتاح على العالم اجمع وتحديدا الدول الكبرى زي فرنسا والصين وغيرها من هذه الدول اللي احنا زرناها وكمان زعمائها قلنا هنا واشادوا بدور الدولة المصرية، انعكاس ده على الجانب السياسي وانعكاس ده على افساد المخطط الذي يحاك لمصر حاليا؟ هو سيادة الرئيس قدامه هدف وحاطط تارجت معين بيشتغل عليه، هو عايز يبني ويعمر، مش باصص لشوية التشويش اللي بيعملوه بعض الطابور الخامس. لذلك أنا أقول هو فعلا هيخلي مصر فعلا مش قد الدنيا زي ما بنقول، ولكن هيخليها فعلا أكبر دولة سنة 2022 بإذن الله. كتير هتكون أكبر دولة اقتصاديا، لأن مصر فيها خير، فيها الخير كتير، كل الدول عايزة تيجي تستثمر هنا. لذلك أقول إحنا عندنا الخير، هنشتغل صح. الرئيس عارف هو عنده خطة عمل بيشتغل بيها، إحنا ماشيين على نفس الخطة دي بس بطريقة نقول فيها كيمياء من بعيد لبعيد. احنا واثقين فيه، واذا كانت الناس بتحاول تقول ان قلت شعبيته اقول لهم لا يا جماعه،
إذا كانت الشعبية فتضحك عليكم بالفكر عشان الاقتصاد، سيادة الرئيس بص للناس الطبقة المتوسطة واللي تحت خط الفقر. تمام. لأن لو رجعنا الرئيس عايش فين؟ الرئيس كان عايش في الجمالية، وأنا من ضمن لما كنت ضمن حملته أنا رحت ووريتهم البيت إعلامين وريتهم وكان ساكن فيه. فالراجل ده عايش مع الطبقة المتوسطة وشاف الناس عايشة ازاي، فحس بيهم. لا يمكن لا يمكن هيجي عليهم. فأنا عايز أقول دعمه سيادة الرئيس، هو مش عايز مناصب، هو مش عايز، هو خلاص يعني هو واحد غيره عاش طول سنين عمره في كفاح في قوات المسلحة، أعتقد أن كان يقول أنا كفاية عليا كده. لكن هو عنده عزيمة وإرادة أن يخلي مصر دي أعظم دولة، لأن هي تستاهل بشعبها والقيم والمبادئ بتاعتها. لذلك أنا واثقة في سيادة الرئيس اللي هيعمله الفترة اللي جاية. تمام. يمكن الكثير دعا الاستفتاء، والكثير دعا على مقياس مدى حب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتقد كل هذه الدعوات يعني افادت في الاخر بحب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي اكتر من الاول كمان، خاصه صحيح. بعد ما شافوه من نجاح على ارض الواقع، وده اللي احنا بنتمناه، ان احنا ندعم الرئيس يعني بشكل كبير جدا حتى نستطيع ان نواجه سويا هذه المؤامرات. ولكن يمكن جهاز مهم جدا وقوي جدا وبيتوقف عليه برضه الدور الأمثل في تنوير الشعب المصري وأيضا توضيح الحقائق وإبراز المكايد التي تشن ضد مصر، وهو الإعلام بكافة وسائله، إعلام مرئي، إعلام إلكتروني، إعلام مسموع، إعلام مقروء، وغيرها من وسائل الإعلام الأخرى زي السوشيال ميديا. صحيح. إزاي نقدر نحكم؟ ولما أقول نحكم هنا ناس ممكن تفهمها بجانب خطأ إن إحنا نقيد إطلاقا، لا نقصد هذا المعنى، ولكن إن إحنا نقدر نستطيع أن نوجه هذا الإعلام مش توجيه بحيث إن أنا ألزمه، لا، في خدمة البلد، في حب البلد، في تنوير الرأي العام، في تثقيف الشعب المصري، في توضيح الحقائق. وأعتقد ده في هناك خطوات إيجابية من العديد من وسائل الإعلام، ولكن إحنا عايزين نعممها، يكون كل الإعلام قادر على تحمل المسؤولية الإيجابية بشكل أمثل، قادر عن أن يوضح الرسالة الحقيقية التي خلق من أجلها الإعلام بشكل صحيح. صحيح. أنا عايز أقول لك إن في تغيير في بعض الإعلاميين، ده حقيقي، في مرحلة إيجابية، وأنا أتمنى إن تزيد أكتر من كده داخل مصر وخارج مصر. وكان الحرب كلها كانت على الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، لأن هو دي حضارة مصر. فأنا أقول مش هيحصل، إحنا قادرين إن إحنا نحافظ على مسبيرو، هنطهر، ما يفتكروش إن الفساد موجود في كل مكان. لكن زي ما قلت لك في البداية، كل واحد ليومه. كل اللي جه على مصر وفاكر ان هو مش متشاف، لا متشاف. كل من قال حرف واحد على مصر واخد دولار واحد على بيع تراب مصر فمعروف، وهيجيله يوم. لكن نعرف ان سيادة الرئيس بيطهر والفساد وبيحارب ارهاب وبيبني ويعمر. انا عايز اقول لحضرتك تعالوا بس نراجع حاجه كده بسيطه. داعش الاولى دي من زمان وكانت اسرائيل. لو نرجع لفبراير سنه 73 كان في الطياره دي طياره امريكيه تحت قياده اسرائيليه، وكانت متجهه من الغرب الى الشرق، وكان فيها ركاب ليبيين. ليبيين ويمكن في بعض من الشعب المصري يعلم بهذه القصه. اللي حصل ايه؟ ان قابلتهم طيارتين، الطيارتين دول اسرائيليين، وكان المفروض ان هم ينزلوهم، بيجبروه بيدوا امر، وكان الطائر ده او القائد كان هو فرنسي ورفض ان هو يهبط بالطياره. كان ساعتها اسرائيل كانت محتله ساعتها سيناء، فلما رفض راحوا ضاربين الطياره. والاعلام العالم كله، الاعلام الدولي هاجم اسرائيل ساعتها، وازاي تعملي كده، وحاولت تدي مبررات ان هو كان قرب من منطقه عسكريه، ان الطياره بعيد خالص وهي كانتش الطياره قريبه. احنا عرفنا الكلام ده ليه؟ احنا عرفنا تاريخ، ده الصندوق الاسود لكل حاجه تطلع في وقتها.
أنا عايزة أقول اللي خلقت داعش إسرائيل. أنا عايزة أقول إن الحرب يا جماعة الحرب قوية على الوطن العربي كله وعلى مصر بالأخص. أنا عايزة أقول لك إن في ضربتين في الراس هي مش بتوجع، هي وجعت قوي إسرائيل. أول ضربة وهي جسر الملك سلمان. هذا الجسر الناس بس لازم تعرف ان الجسر ده مهم قوي، هو هيدمر ميناء اللي هو ايلات وهتبقى عبارة عن مدينة مهجورة، ودي اول ضربة لإسرائيل. الضربة التانية الجزرتين اللي الناس تقول لك دي مصرية والارض بتتباع، جيش مصر عمره ما هيبيع يا جماعة ده ارض، اذا كان هو درس ان الارض الكلام ده يجي ازاي. اقول ان النهاردة معروف في كامب ديفيد الاتفاقية اللي اتعملت بيننا وبين إسرائيل إن هيكون في القوة بتاعت نقول اللي كانت مرتكزة في هذا المكان كانت موجودة، لكن النهاردة وهي ضربة فعلا قوية لما قلنا الجزرتين دول سعوديتين ودي كانت أمانة عندنا من الآخر يعني ماشي، دلوقتي تعالوا شوفوا مين اللي هيكون فيها، جيش مصر وجيش السعودية. في الوقت ده احنا امن اسرائيل بقى خطر، خطر من الوطن العربي، لان احنا بقينا حرب وجه لوجه. لازم النهاردة نقول يا جماعة احنا اقوياء كوطن عربي حقيقي. فالناس لازم تعرف ده ليه اتعمل في الوقت ده بالذات واعلن بيه، لان الحرب يا جماعه حرب قويه من الاخر يعني. اتفاقيه كامب ديفيد بالله وتشرب ميتها اسرائيل من الاخر، ودي انا بشكر فعلا اجهزتنا الامنيه وسياده الرئيس ان هم عارفين يحافظوا على البلد فعلا، ناس فعلا ما بتنامش، فاحنا معاهم ونكمل المشوار. انا حبيت احكي ده عشان في بعض الناس اللي قعدت تقول ده اتباعت الارض، ده ما اتباعتش، ودي حجه عشان خاطر الناس تنزل وتتظاهر وتبقى ضد الدوله. تمام. وعايزين اي حاجه تساعد في دمار الدوله. تمام. بكل تاكيد المصريين بيحبوا بلدهم، غيرين على ارضهم، وطبعا ما فيش اي مواطن مصري يعني ممكن يفكر ولو جزء فهمته ثانيه زي ما بيقولوا كده ان هو يفرط في حبه رمله من بلد. صحيح. ولكن احنا محتاجين توضيح للراي بشكل عام، توضيح للحقائق بشكل عام، توثيق لهذه الحقائق تاريخيا. ايضا المسؤولين المفروض كانوا بشكل كبير جدا كانوا ان يطلعوا، واعتقد يمكن ده اللي اخطات فيه الحكومه بشكل كبير، نقول لينا واللي علينا برضه انها المفروض تمهد هذا الراي بشكل افضل للمواطن المصري حتى تشاركه. زي الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيشاركنا في هم الدولة وفي هم الوطن وبيضعنا على الحقائق. يعني دلوقتي زي الأب اللي بيصاحب ابنه بشكل عام لما يجي يشتري شقة يقول له إيه رأيك فيها قبل ما يشتريها وخلاص ويفاجئه بيها. ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده اللي احنا بنطالب بيه الحكومة المصرية أن تخطو مثل هذه الخطوات، أن تشارك المواطن المصري. زمان لما يكون عندنا مشكلات اعتقد الرؤساء رئيس عبد الناصر او رئيس السادات او حتى الرئيس الاسبق حسني مبارك وكمان الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي، النقطه اللي حببت فيه شعبه ان هو بيشاركه في حكم بلده، لان الحاكم الاول الاساسي هو الشعب، الرئيس هو يسير بيتكلم من قلبه فبيوصل للقلب. بالظبط، ده اللي احنا محتاجينه يعني. فلا بد ان يكون هناك جانب مسؤوليه من قبل الحكومه تشارك الشعب، توضح له الحقائق بشكل كبير جدا وتعرفه وتطلعه على مجريات الامور. اعتقد كان قبل كده وزير ماليه لما قال احنا عندنا نقص في كذا وعندنا نقص كذا وبتاع، الشعب يمكن تعاطف شويه. لما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال نربط الاحزمه شويه حتى نستطيع نعدي من عنق الزجاجه، الشعب استجاب لي، غير لما نتفاجئ بقرارات يعني ما نعرفش بعد كده صداها. خلينا نتكلم عن جزئية مهمة جدا وهو التكاتف الشعبي من قبل الشباب. الشباب المصري هو العمود الفقري لهذا المجتمع، وده اللي بنعلق عليه الأمال بعد بكرة هو اللي هيجي حاكم، وهو اللي هي القيادات الأمنية قضائيا سياسيا كله ده هينخرط من قبل الشباب المصري. ولكن الرسالة اللي احنا ممكن نوجهها للشباب في هذا التوقيت، واحنا بنشوف دلوقتي شباب جامعات زي ما حضرتك ذكرت من شوية ما عندهمش خلفية تاريخية، ما عندهمش خلفية ثقافية، ما عندهمش تاريخية فخلفية تعرفوا تاريخ بلده اللي هو ممكن لو عرف ربعه يظل فخور بيه طوال حياته وان هو مصري. صحيح. بالظبط. اولا انا عايزه اعرف ان احنا دوله متقدمه بعدد سكاننا نسبه منه 60% منهم شباب.
تمام. فإحنا دولة متقدمة، لذلك الحرب كله كان على فكر الشباب. أنا عايز أقول للشباب، أنت العمود الفقري زي ما حضرتك قلت للدولة. أنا حابة أن إحنا لن نستغنى عن خبرة الشعر الأبيض زي ما بيتقال، ولكن أنا أقول ليه ما يكونش نائب لكل وزير شاب، يبقى عنده خلفية، عنده بياخد الخبرة، هو يقدر يروح ويجي ويتحرك أكتر. إحنا ممكن نكمل الفكر والخبرة، وفي نفس الوقت إحنا بناخد طاقة الشباب، وهي دي اللي أنا بقولها، وبقول تفعيل دور الشباب في المرحلة المقبلة مهم قوي. ومن خلال اللي حضرتك قلت، إحنا عندنا إيفنت قريب إن شاء الله الأسبوع دوت، بنلف فيه جامعات مصر عشان يبقى في حوار معاهم، عشان نديهم تنمية بشرية ونعرفهم يعني ايه وطن. بنتحاور معاهم، بنشوف مشاكلهم ايه. هو ده اللي احنا محتاجين، ان يبقى فيه الدولة فيه بتخاطب فكر الشباب. ما نسيبش فكر الشباب يندس مع الطابور الخامس. صدقني في حاجات كتير قوي احنا نقدر نشتغل بيها، بدل ما الشباب قاعدة في البيوت، بدل ما هم تلاقيهم قاعدين في الكافيهات. احنا بنرتب، وبطالب من خلال البرنامج، بطالب سيادة الرئيس، احنا هنرسل له دعوة ان شاء الله بإيفنت كبير يكون في الاستاد، وهيلم كل شباب مصر من الجامعات، عشان نقول له احنا هنشتغل في الصيف، شغل في الصيف لعدة محاور او حسب كل مجال. تمام. احنا ده كله عاملينهم باسم حمله ايدي في ايدك نبني بلدنا. تمام. وهي حاليا دلوقتي بجري تشرفي وزاره التضامن كمؤسسه خيريه. لذلك انا بقول لازم فعلا نحط ايدينا في ايد الشباب. أكيد. لازم نحتويهم. نعم. اكتر من كده كمان. نعم. عشان نقدر نقضي على فكر الارهاب، وهو الحرب الفكريه. وده اللي بنأمله، وبنشكر حضرتكم على هذه الحملة، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى يا رب أن يكون الشباب المصري، كلنا نعلم وكلنا يقين بأن الشباب المصري صاعد واعد إذا تم توفير له كل الخبرات وكافة وسائل التدريب، أعتقد قادر أن يتحدى كافة المجالات، وده اللي احنا بنأمله. ولكن لابد أن يتذكر الشباب المصري أن لديه تاريخ حافل بالانتصارات، عليه أن يطلع عليه ولو حتى نظرة عابرة، حتى يدرك ماذا فعل الأجداد ويفخر دائما كونه مصري. يمكن حرصنا مشاهدينا من خلال هذه الفقرة نناقش ما يحاكي لمصر حاليا من تحديات ومؤامرات خارجية وضحناها لحضراتكم. نتمنى يا رب أن يحفظ الخالق عز وجل مصرنا الحبيبة، وقادرين أن احنا يعني نواجه أي من تسول له نفس الاقتراب من هذا البلد بحبنا وعشقنا لهذه الوطن أو لهذا الوطن. بشكرك جدا الدكتورة صافيناز قنديل، سفيرة المرأة لدى منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، ومؤسس حملة إيدي في إيدك نبني بلدنا. شكرا ليك يا فندم، وتحياتي لحضرتك. شكرا ليكم، نورتينا يا فندم. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا، انتظرونا بعد الفاصل وفقرة حوارية أخرى من برنامجكم اللون الأخضر.